السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس علي ناصر، خبير سوليد ووركس معتمد. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نرسم او نصمم جيركل. الجيركل اللي معانا هو بالمنظر ده، يعني قسنا البعد العرضي بتاعه 584. عايزين بس نشوف الاول، ممكن نفكر نرسم حاجة زي دي ازاي. يعني في البداية كده لو بصينا على الشكل هتلاقي ان هو ايه، متماثل حوالين الخط ده. يعني ده الخط ايه، البارتنج لاين او اتجاه سحب الاسطمبة. يعني كل نص من الاسطمبة، كل بلاطة هتفصل من عند الخط ده اللي بنشاور عليه دلوقتي. تمام. طيب يعني لو رسمنا النص وعملنا النص التاني ميرور هنوصل للشكل. طيب ازاي بقى نوصل لشكل زي دوت؟ يعني في البداية كده نحاول نبص على اسهل نقطة او اسهل بداية ممكن نبدأ منها. لو بصينا على المسقط الامامي والمسقط الافقي والشكل الهندسي اللي بيتكون منه، مش هنقدر نجيب الجيركل مرة واحدة، لازم نعمل بليندز او مزج قطاعات ونبدأ نشتغل عليها. يعني ايه؟ يعني لو خدنا مثلا الجزئية دي انا بشاور عليها، دي ممكن نعتبرها انها قوس على الافقي، وفي قوس مثلا لغاية هنا، يعني اتنين بروفايل ممكن يحصل ما بينهم مزج عن طريق جايد كيرف هنا وجايد كيرف رأسي، ممكن نوصل للحتة دي وهكذا. بقى ممكن نكون بقية الشكل. هنبدأ نخش على البرنامج ونشوف ممكن نتعامل ازاي مع الجراكل او تصميم الجراكل. هبدأ اخش على البرنامج، طبعا لازم اكون معايا الصورتين للجزء على الاقل. تمام. هدوس نيو فايل وبارت جديد وتعالى مثلا نخش على الفرونت وندخل الصورة الامامية. هنبدأ بقى نظبط السكيل بتاعها. احنا عايزين عرض الجيركل 584 مللي. لو جينا خدنا، نطلع كده من الاوبشن دي وجينا خدنا لاين مثلا وقسنا المسافة من هنا لغاية هنا، هنلاقيها 200 وشوية. تمام. يبقى احنا كده محتاجين نعمل سكيل للايمج دي. هدوس دبل كليك على الصورة واجي في الاتجاه الافقي، اضرب في البعد الحقيقي المقاس بأداة القياس اللي هو كام، 584. تمام. انا اقيس في اتجاه افقي، هاجي هنا احط في البعد في اتجاه افقي على عرض الصورة. تمام. اضرب في 584 واقسم على الايميجنج سكيل او البعد اللي الكاميرا قاسته، او هنا البعد اللي البرنامج قاسه. تمام. على 288 75 100. تمام. يبقى انا ضربت في البعد الحقيقي على البعد اللي البرنامج قاسه وادوس صح كده. الخط ده انا مش عايزه. تمام. لو جينا خدنا لاين كده وشوفنا المسافة من هنا لغاية هنا هتلاقيها ظبطت 584 تقريبا. عايزين بقى نسنتر الصورة دي في النص حوالين المحور، حوالين الاوريجين دوت. تمام. انا هاخد لاين ميد بوينت مثلا. تمام. وهدي له بعد مثلا 584. اللاين ده هيبقى هو الجايد بتاعي، الدليل اللي كل حاجة هرسمها على الافقي او كل عرض للجيركل ده هتبقى بادية منه وناهية عنده. تمام. ممكن نخليه سنتر لاين، مفيش مشاكل. هبدأ بقى احرك الصورة دبل كليك عليها واسنطرها ايه، حوالين الخط ده بالتقريب، مش لازم تبقى دقة عالية جدا بس يعني التقريب بالمنظر ده. يبقى احنا كده ظبطنا الصورة الأمامية. هخرج من السكتش. تمام. لو عايز اسمي السكتش دوت ممكن نسميه بيكتشر مثلا، بيكتشر
فرونت فيو، تمام. احنا بندوس دبل كليك او كليك ثابته كده، بتبدا تعمل رينيم لو عايز تعمل رينيم للسكتش. هدخل بقى الصوره الايه الافقيه، تمام. هاخد سكتش جديد على التوب مثلا اهو، نبدا ندخل ايه الصوره الافقيه بحيث ان يكون الصورتين متعامدين على بعض، زي مثلا وجه الانسان اللي لما تبص من الامام وتبص من الجنب، يبقى انت كده ايه جبت خدت مسقط امامي ومسقط جنبي. ما عليك بس اللي انت تجيب الانحناء ما بين الامام والجنب، تمام. وده اللي احنا هنشوف نعمله ازاي من خلال السوليد وورك. هنبدأ بقى نظبط الصورة ديت. الصورة دي نزلت بالمنظر ده، هو بس الاسقاط ده المفروض يتشقلب، بيبقى مع الناحية دي. فانا هعمل روتيت للصورة، يعني نخليها مثلا 180 درجة، تمام كده. وبعد كده نوقف عمودي على الصورة دي ونحاول ايه نظبط السكيل بتاعها. هنيجي ناخد لاين من هنا لغاية هنا، ونيجي نقيس نشوف طلع كام. 600 وشوية، 683، تمام. هدوس دبل كليك على الصورة. هنبدأ بقى نحول السكيل بتاع الصورة، نضرب في البعد الحقيقي اللي هو كام، 584 اهو، تمام. 584 على البعد اللي البرنامج قاسه، 683 و900، تمام. وادوس صح وامسح بقى البعد ده مش محتاجه، والخط ده تمام. نبدأ نسنتر الصورة، دبل كليك كده على الصورة ونحركها، وبالتقريب نظبطها ايه على الخط الدليل اللي انا خدته مع الصورة الأولانية، يعني بالتقريب. واحنا شغالين هنظبط الصورة بالشكل الفعلي بإذن الله. يعني هي كده سنترت، ندوس صح. بص الصورتين بقوا جايين ازاي متعامدين على بعض، تمام كده. يبقى احنا سنترنا الصورتين بالمنظر ده. زي ما بتبص في الحقيقة هتلاقي المسقط ده، تيجي تبص من فوق هتلاقي المسقط دوت، تمام. مجرد بس ان احنا هنبدأ نشتغل ونعمل الموديلنج عشان نجيب الانحناءات اللي موجودة ما بين المسقطين دول، تمام. يعني هنخرج من السكتش، ممكن اسمي الصورة دي كمان، ندوس دبل كليك عليها كده ونسميها بيكتشر توب، تمام. نبدأ بقى ايه نشوف ممكن نعمل موديلنج للجزء ده ازاي. لو وقفنا كده على الفرونت عمودي، احنا قلنا هنشتغل على الحتة دي مثلا، الشريحة دي، جزء المايل ده، نبدأ نعمله مثلا بلوفت او بباوندري، تمام. يعني لو خدنا الجايد كيرف الاولاني بس، ده عملنا مثلا لغاية هنا من النقطة دي لغاية الأفقي، ناخد على الصورة. هنبدأ بقى نحول السكيل بتاع الصورة، نضرب في البعد الحقيقي اللي هو كام، 584 اهو، تمام. 584 على البعد اللي البرنامج قاسه، 683 و900، تمام. وادوس صح وامسح بقى البعد ده مش محتاجه، والخط ده، تمام. نبدأ نسنتر الصورة، دبل كليك كده على الصورة ونحركها، وبالتقريب نظبطها ايه على الخط الدليل اللي انا خدته مع الصورة الأولانية، يعني بالتقريب. واحنا شغالين هنظبط الصورة بالشكل الفعلي بإذن الله. يعني هي كده سنترت، ندوس صح. بص الصورتين بقوا جايين ازاي متعامدين على بعض، تمام كده. يبقى احنا سنترنا الصورتين بالمنظر ده. زي ما بتبص في الحقيقة هتلاقي المسقط ده، تيجي تبص من فوق هتلاقي المسقط دوت، تمام. مجرد بس ان احنا هنبدأ نشتغل ونعمل الموديلنج عشان نجيب الانحناءات اللي موجودة ما بين المسقطين دول، تمام. يعني هنخرج من السكتش، ممكن اسمي الصورة دي كمان، ندوس دبل كليك عليها كده ونسميها بيكتشر توب، تمام.
نبدأ بقى ايه، نشوف ممكن نعمل موديلنج للجزء ده ازاي. لو وقفنا كده على الفرونت عمودي، احنا قلنا نشتغل على الحتة دي مثلا، الشريحة دي، جزء المايل ده، نبدأ نعمله مثلا بلوفت او بباوندري. تمام، يعني لو خدنا الجايد كيرف الاولاني بس، ده عملنا مثلا لغاية هنا، من النقطة دي لغاية الأفقي، ناخد سكتش كده على الأمامي، وآخد سبلاين، ومن النقطة دي يعني ممكن ناخد 3 نقط لغاية الخط الايه، الدليل اللي انا عملته في الاول مع الصورة الأولانية. هو انحناء الصورة كده معقول شوية، الجايد كيرف اسف ده معقول. تمام، طيب هخرج كده من السكتش، ممكن ناخد سكتش تاني على الامامي برضو. هو احنا هنا ده مش محتاجينه على الامامي، هناخد السكتش بتاعنا. هو هيبقى موازي للايه، للرأس ده او الامامي، يعني بحيث ان هو يبقى على الحدود الايه، الجيرك اللي هنا على حدود الافقي. يعني دي كام، العرض 240، يبقى انا محتاج مستوى موازي مثلا للفرونت، ويبعد عنه نص ال 240، 120. تمام، يبقى ناخد موازي للفرونت ويبعد عنه مثلا 120، وندوس صح كده. خدت ايه، مستوى هو بيبعد عن الفرونت. نقف بقى عمودي على المستوى ده، وناخد سكتش، ونبدأ نرسم الانحناء بتاع الشريحة أو الجزء الأول اللي احنا اتفقنا هنبدأ نرسمه في الجيركل. هاخد سبلاين، وممكن نبدأ من النقطة دي. تمام، ونحاول نقلل عدد النقط على قد ما نقدر عشان نحافظ على انحناء الجسم أو الكيرف. يعني ممكن نخليها لغاية هنا. تمام، ودي يعني هي كده بشكل معقول مقبولة، ممكن نزود الانحناء ده شوية من هنا. تمام كده عملنا اول جايد كيرف. هخرج كده من السكتش، ولو جينا على الفرونت، خدنا سكتش، انا كده برسم هنا على الفرونت ده، هاخد جايد كيرف برضو تاني، بس الجايد كيرف بتاعي هيكون عبارة عن خط. يعني خدنا لاين، ويبدأ من النقطة بتاعت الجايد دي، اللاين الايه، السفلي، خليها بأي ارتفاع كده، وبعد كده نخلي النهاية ديت مع النهاية دي افقي. تمام، لازم النهاية البدايتين والنهايتين يكونوا على ايه، على استقامة واحدة. تمام، طيب نخرج كده من السكتش، كده بقى عندي 2 سكتش بيعبروا عن الدليل او الجايد كيرف. ممكن نيجي بقى على التوب وناخد سكتش. دلوقتي احنا هنرسم فين، على التوب هنا، هناخد بقى الانحناء ده. تمام، هاخد سبلاين من النقطة دي، من بداية الايه، خط الدليل لغاية النقطة دي، الجايد كيرف التاني. تمام، عملنا سبلاين، نحاول بقى نخلي السبلاين النقطة دي، النقطة البداية دي اللي هي يحصل ميرور معاها، يعني الجسم ده يعني لما اوصل لسيرفس دوت، الجزء ده هيتعمل له ميرور الناحية التانية، فلازم دي تبقى جاية بشكل افقي او رأسي على حسب الشكل. تمام، فانا هخليها ايه، الريليشن بتاعتها رأسي هنا. تمام، بحيث ان ما بقاش فيه نتوء او في جزء داخل لما يجي اعمل ميرور. تمام، يبقى جاي سطح معقول. دي برضو ممكن نخليها مثلا افقي، ونصغر الطول شوية، الطول ده. تمام، يعني هو بالشكل تقريب. احنا كنا عايزين نخلي الجايد كيرف ده، كنا حطيناه هنا على البداية دي، بس هو معقول كده. احنا هنظبط الجيركل بتاعنا بالشكل اللي احنا عايزينه. تمام، طيب كده عملنا البروفايل السفلي، محتاج برضو بروفايل هنا
عشان نقدر نعمل لوفت او باوندري مثلا. طيب لو جينا خدنا مستوى موازي للتوب، تمام، هخش على ريفرنس جيومتري واخد بلان وابدأ من النقطة دي، موازي ليه ويبدأ من النقطة دي، تمام. وناخد سكتش على المستوى ده، والسكتش بتاعنا هيكون عبارة عن قوس برضو سبلاين، تمام. تعالى ناخد سبلاين في اي مكان بالمنظر ده، تمام، ونبدأ نعمل بيرس ما بين النقط وبعضها، بين النقط والدليل. هياخد النقطة دي شيفت مع الجايد ده وديها ايه بيرس عشان تخترقه، وبرضو نقطة دي شيفت مع الجايد ده او الدليل ده ونخليها ايه بيرس برضو، تمام. كده ايه وصلنا النقطتين وصلناهم. ممكن نقف عمودي كده بالمنظر ده ونحاول نظبط الانحناء بتاع الاقواس دي او البروفايل ده، تمام. هخلي دي مثلا رأسية، وده ممكن اخليه افقي او ممكن اسيبه بالمنظر ده، هخليه مثلا افقي. هي الصورة مش مظبوطة لحد ما، هي الصورة نفسها اللي متصور، بس احنا هنظبطها بشكل فعلي بإذن الله. طيب كده ايه خدنا البروفايل العلوي بقى فولي ديفايند. كمان هخرج كامل سكتش. انا ممكن اعمل على طول مزج ما بين البروفايل ده والبروفايل ده، بس يفضل لما تكون المسافة كبيرة كده تكسر الاتنين بروفايل ببروفايل كمان. يعني لو جينا خدنا بلان موازي للتوب تاني ويبعد بمسافة معقولة مثلا في بنص الكيرف ده، مثلا نص الدليل ده، تمام، وليكن لغاية هنا، وخدنا سكتش على المستوى ده ورسمنا سبلاين، تمام، وليكن حاجة بالمنظر ده كده. خلينا النقطة دي تبقى بيرس مع الايه مع الكيرف ده، والنقطة دي بيرس مع ايه مع الكيرف ده، تمام. كده ايه وصلنا ما بينهم. نبدأ بقى نخلي الانحناء ده مثلا افقي رأسي عشان لما اعمل الميرور ما يجيش نتوق زي ما اتفقنا، تمام. ودي بقى قلنا هنخليها مثلا افقي، ونظبط شوية الانحناء حاجة بالشكل ده، وادوس اوكي اخرج من السكتش. دلوقتي انا عندي تلاتة بروفايل، وادي بروفايل اهو، بص بروفايل ده كده جايد كيرف، تمام. عندي بروفايل على السفلي، بروفايل في النص، بروفايل علوي، نقدر نوصل ما بينهم ونمشيهم على الجايد كيرف اللي احنا عاملينه ده. ممكن اشتغل بلوفت او بباوندري، بس باوندري افضل عشان بيديك السموث كيرف اعلى من اللوفت. هخش على باوندري وابدأ اختار البروفايل اللي انا عامل ما بينها مزج. وانت بتعمل المزج يعني حاول النقطة اللي انت تختارها هنا تبقى زيها هنا عشان لما يقابلوا بعض ما يحصلش التواء، تمام. اختار التلات نقط كده بالمنظر ده، كده ايه عملت مزج ما بين التلاتة بروفايل. محتاج بقى اجي على الدايركشن اتنين واروح اقول له هتمشي على الجايد كيرف ده، تمام، والجايد كيرف الرأسي اللي احنا عملناه برضو، وادوس اوكي. كده ايه وصلت لاول جزء في الايه في الجيركل بتاعنا، تمام. هنبدأ بقى نكمل. يعني لو خدت بالك لو وقفنا كده عمودي على الفرونت، خلاص ممكن نقفل الحتة دي بسكتش ونديها مثلا بلانر، بس لازم نبقى على نفس مستوى الجايد كيرف ده، ده المستوى بتاعه اللي هو ايه عملناه ده. هقف عمودي واخد سكتش وهبدأ ارسم سبلاين، يبدأ من النقطة دي مثلا، تمام، ممكن اخليه نقطتين بس، تمام، ونخلي دي فيها انحناء شوية، نصغر دي، تمام. احنا محتاجين نقطة زيادة، هدوس نقطة كليك يمين واد تانجنسي باي كنترول، نحط نقطة كمان،
تمام. الخط ده كان يعني محتاج ان هو يزحزح شوية، يخش شوية هنا بس، يعني معقولة مش وحشة. تمام، هاجي اخد لاين هنا، لاي رأسي، تمام، لغاية ما يخبط مع الدليل، الخط الدليل اللي انا عامله لغاية هنا. ممكن نعمل ده كونفيرت، تمام كده. حققت ايه؟ لو دوست على شادة سكتش كونتور حققت كونتور مغلق اهو. ممكن نخرج من السكتش واروح على سيرفس واختار بلانر، اقفل ايه الجزء ده. كده عملنا ايه؟ الجزء الامامي ده يعني بدأ ينور اهو الجيركل. محتاجين بقى ايه؟ نعمل القوس القفلة بتاعته ديت. دي ممكن نيجي مثلا على التوب، نقف عمودي، ناخد سكتش، تمام. هنعمل ايه؟ هعمل قوس بشكل معين. هاجي اخد سبلاين من هنا لغاية هنا، تمام. وده احرك ده شوية، خلي ده مثلا فيرتيكال، ممكن اخلي دي كمان هوريزونتال، تمام. واصغر الطول ده شوية، ده كمان كده. ايه، وصلت في الشكل ده. ممكن اخرج من السكتش واروح على سيرفس واعمل اكسترود مثلا للايه، البروفايل اللي احنا رسمناه ده. نروح نعمل اكسترود يعني بأي مسافة، هنطلع مسافة كده معقولة لغاية هنا مثلا، وندوس اوكي. كده ايه، وصلنا للقاعدة السفلية اهي، تقريبا كده بتقفل القاعدة السفلية. محتاجين بقى نعمل تريم هنا عشان نشيل الزيادات دي. لو خدنا وقفنا على الامامي كده، بص هو هنا يعني الجيركن مش الاسطوانة دي مش كاملة، لازم اشيل في انحناء هنا. تعال نبص على الصورة اهي، في انحناء كده. التشكيل ده ازاي اجيب التشكيل ده بمنتهى السهولة؟ مثلا لو جينا على الفورنت، تمام، بس خلينا على الصورة من الناحية التانية عشان اعرف اشوف التشكيل ده. واخد سبلاين مثلا هنا لغاية هنا، 3 نقط كده. ممكن اثبت النقطة دي فيكس والنقطة دي فيكس برضو عشان ما يتحركوش معايا. وخلي ده القوس ده هيبقى مع انحناء تانجنت مع مين؟ طيب دي فيكس مش عايزة تجيب، فايه نخلي ده تانجنت مع القوس ده، تمام، الانحناء ده. طيب نقف عمودي تاني، حاول بقى ايه يعني اظبط الانحناء شوية. ممكن نخلي دي رأسي، طول دي شوية، هي عايزة تتحرك هنا يعني معقولة كده. المهم ان يكون الخط ده قاطع ايه، قاطع الشريحة دي. بص المهم ان يكون قاطع ايه الشريحة دي كده. طيب هو هنا الخط ده عايز ينزل شوية، هنعمل اندو يعني ينزل شوية. انا عايز اجيب اخليها من اول هنا مثلا، تمام. تعال نثبت ده ونشيل التانجنت دوت، ونخلي دي مع اول هنا عشان لما اجي اقطع، لما اجي اعمل ترم مثلا يظبط معايا. نقف عمودي، نيجي على الناحية التانية كده، نحاول نظبط الشكل بقى. ممكن النقطة دي نلغيها خالص، ديليت، نظبط طول الكيرف ده
شيل فيكس حاجة زي كده. تمام. المهم ان لما اجي لما المهم ان انا عايز احقق سكينة قطع عشان لما اجي اقطع الحتة دي تشيل معايا. تمام كده عملت الجزء ده، هخرج كامل سكتش واروح على سيرفس ونستخدم تريم تول ويتستاندر، وهيبقى ده السكينة القطع بتاعتنا. وهنشيل الحتة الزيادة دي وندوس اوكي. تمام بحيث ان انا اوصل للقطعية دي. تمام يعني هو كده تقريبا الجزء بدأ ينور معانا. تمام ممكن نعمل النت الاسطح دي ده وده، نخيطهم مع بعض. عايزين بقى نكمل بقية الشكل، تعال نقف كده بشكل عمودي ونشوف ممكن نكمل الشكل ده ازاي. احنا ممكن نعمل الدراع او الهاند دي، بس الهاند دي عشان اعملها محتاجين كذا حاجة. اول حاجة هنعتبر ان القوس ده هو ايه، المقطع بتاعت بداية الهاند، والقوس اللي هناك ده هو نهاية الهاند، مقطع نهاية الهاند. يبقى محتاج جايد كيرف عشان يمشي عليه المقطعين دول. تمام يعني لو جينا بقى على الفرونت مثلا، وقفنا عمودي وخدنا سكتش واستخدمنا سبلاين مثلا وبدأنا من النقطة دي لغاية هنا لغاية النقطة ديت. تمام كده انا عملت ايه، جايد كيرف الاولاني لليد دي. هبدأ اظبطها بقى شوية، ممكن اخلي ده رأسي. تمام ونظبط ده، الميل بتاعه عايز يزيد شوية، ودي مثلا الهاند دي نخليها رأسي، نقلل الطول بتاعها، بشد دي للسهم شوية. تمام وده برضو عايز ده عايز ايه، نزود انحنائه شوية. تمام عنا حاجة زي كده اهي. هخرج كامل سكتش، انا كده عملت الجايد كيرف الاولاني. تمام هبدأ اعمل الجايد كيرف التاني. الجايد كيرف التاني مش هقدر اخد بلان، لان انت عندك هنا المستوى النقطة دي مثلا لغاية هنا على المايل، يعني مش جايين على مستوى واحد. فممكن نروح على 3 دي سكتش واختار سبلاين واختار النقطة دي. تمام وناخد اي نقطة كده في الفراغ والنقطة التالتة اهي. تمام فانا كده جبت ايه، الجايد كيرف التاني بتاع الهاند. تمام ممكن اخلي ده بقى يجي تانجنت مع مين، مع ده. تمام نخلي ده تانجنت حاجة زي كده، ونخلي ده شيفت مع ده تانجنت. تمام كده ايه، وصلنا للجايد كيرف التاني اللي هو الهاند. ممكن اميل دي شوية للداخل، او قبل ما اميلها هعمل اندو. بس تعال نقف عمودي كده، يعني نقف على الفرونت ونشوف انحناء الشكل. انا محتاج بقى يبقى الانحناء على الشفة التانية دي، ده كده عايز يقصر، وده برضو يقصر شوية. تمام كده ايه، ظبطت الجزء. محتاج بس الهاند بدل ما تبقى مايلة للخارج كده، حرك النقطة دي شوية للداخل. انا اوقف عمودي على الفرونت مثلا، انا حرك دي سنة لتحت كده. تمام طيب يبقى احنا كده ايه، وصلنا لل جايد كيرف التاني.
هو لو مايل شوية احنا ممكن نطلع دي لبره سنة. تمام، هخرج كامل السكتش 3 ده وابدأ ايه نعمل بقى. ممكن نعمل لوفت او باوندري ما بين المقطع ده والمقطع ده ويمشوا على الاتنين جايد كيرف. بس انا افضل تعمل ايه تكسر الاتنين مقطعين دول بمقطع تالت. يعني لو دخلنا على 3 دي سكتش وخدنا سبلاين من النقطة دي للنقطة دي، تمام، ونديهم شوية انحناء. ممكن نخلي ديت، خلي دي عشان يحصل فيها تانجنت، خليها في اتجاه ايه لونج زد مثلا. دي مش هتفرق الاتجاه بتاعها، يعني ممكن يبقى الانحناء بالشكل ده كده. تمام، هخرج بقى من السكتش الثري دي ده، هعمل مزج ما بين التلاتة بروفايل. هخش على سيرفس واجي على باوندري مثلا ونختار المقطع ده يروح للمقطع ده، تمام، ويروح للمقطع التالت. حصل ايه مزج بالطريقة دي، اعملها تاني كلير، المقطع ده يروح للمقطع ده، خلي اتجاه ال start وال end واحدة. يعني نخلي مثلا دي البداية دي مع النهاية دي، تمام، مع ديت. تمام، عمل ايه مزج بالمنظر ده. هنبدأ بقى نمشي على ال direction 2 او ال guide curve. نخش على direction 2 واختار guide curve ده مع و guide curve ده كمان. تمام كده، ايه عملنا مزج اهو للدراع. هندوس اوكي، حققنا ايه تقريبا اللي احنا عايزينه. تمام، ممكن بقى نعمل ايه الحتة الفاضية دي، ممكن نقفلها بفيلد مثلا. تمام، طيب قبل ما نقفلها بفيلد، ايه رأيك نعمل نت بس ايه نخيط ده مع الأسطح دول عشان يبقوا حتة واحدة. طيب هو انا لو عملت فيلد عادي، يعني بص لو دخلنا عملنا فيلد واخترنا كليك كده على الكونتور ده قلت له سيلكت اوبن لوب، هيملى لك بشكل كونتاكت بالمنظر ده. انا عايز بس يبقى فيه انحناء زيادة للداخل، فممكن اعمل الفيلد ده جايد كيرف. انا هقفل الفيلد، تعال نشوف ممكن نعمل الجايد ده ازاي. لو دخلت على سكتش و 3 دي سكتش اسرع واخترنا سبلاين، خدت النقطة دي مثلا مع النقطة دي، تمام، وازود ايه الانحناء بتاعهم، خلي ده مثلا ينزل تحت شوية. تمام، هخرج من السكتش 3D وهخش على 3D سكتش تاني وهاخد سبلاين من هنا لغاية هنا. تمام، ونشد دي شوية. كمان معقولة، يعني احنا يعني هنعمل ايه، هنعمل فيلد والانحناء هيكون ما بين ده وده. تمام، فممكن ناخد كمان بروفايل كمان، نقفل الحتة الكبيرة دي، نخش على سبلاين ونختار مثلا الايدج ده للايدج ده. تمام، وهبدأ اعمل انحناء بس درجة معقولة كده، حاجة زي كده. تمام، نزود شوية، نزودها كمان شوية. تمام كده،
طيب هخرج بقى من السكتش. شايف هي بس عايزة ايه، تظبط شوية، الزاوية مش مظبوطة، حاجة زي كده. تمام يعني كده معقولة. هخرج كده من السكتش 3D. تعال بقى نطبق فيلد. بس خد بالك من حاجة، احنا عملنا ده في سكتش وده في سكتش. ما ينفعش اعمل الاتنين جايد كيرف في سكتش واحد وانا بستخدم فيلد. امسح ده واعمله تاني 3D سكتش تاني. هاخد سبلاين من هنا لغاية هنا مثلا، وأزود انحناء ده شوية. تمام كده. هخرج كده من سكتش 3D، معايا كده تلاتة جايد كيرف. تمام، كل واحد على سكتش. هبدأ أخش على سيرفس واختار فيلد. هنختار فيلد ونبدأ بقى ايه، سيلكت اللوب دوت، كليك يمين وسيلكت اوبن لوب. تمام، هيعمل لك ايه، يعمل لك فيلد، وبعد كده الكونسترين كيرف بتاعتك او جايد كيرف اللي هيملى عليها ده، و سكتش ده والسكتش ده. تمام، عشان يملى بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. ويندوز اوكي. وممكن نعمل ميرج ريزلت يخيط ايه الاسطح دي مع بعضيها. تمام، طبعا انا بختار اوبشن كونتاكت تانجنسي، ممكن مش هيجي، ولا كيرفيتشر على حسب ايه الجيومتري بتاع الشكل. كيرفيتشر جه بس مدانيش شكل معقول. انا هاخد ايه كونتاكت وادوس اوكي. وممكن نعمل ايه بعد كده، هخفي بس السكتشز اللي ظاهرة دي، مش محتاجها دلوقتي. تقريبا كده الجسم بدأ يظهر. محتاجين ايه؟ محتاجين مثلا نعمل الفتحة بتاعت اليد دي. تعالى نيجي على الفرونت، نقف عمودي الناحية التانية، ناخد سكتش سبلاين. ممكن نقطة، اتنين، تلاتة. تمام، أكيد هحتاج نقطة هنا. ممكن نيجي نعمل كليك يمين وندوس اد تانجنسي، نقطة مثلا هنا. حرك بقى النقطة دي شوية فوق كده، هزود انحناء الكيرف ده. يعني هو جاي تقريبا معقول، بس يعني محتاج شوية تظبيطات بسيطة، تاتش صغير. حاجة زي كده. تمام، ده يطول سنة، دراع ده عايز يطول شوية، وده كمان بالظبط كده. عملنا ايه الهاند تقريبا، انحناء ده سنة كده، يعني هنقبل النتيجة ديت. هخرج بقى من السكتش ونشوف ممكن نعمل ايه. يعني ممكن نعمل مثلا تريم. تعال نشتغل بتريم. نخش على سيرفس ونختار تريم ونشيل ده وندوس اوكي. كده تقريبا جبنا الهاند اهي. ممكن نختار نفس السكتش ونعمل له اكسترود مثلا، واكسترود اب تو سيرفيس، سيرفيس ده وندوس اوكي، بحيث ان احنا نجيب الحتة بتاعت الهاند ديت. تمام، ممكن نعمل نت، نخيط الأسطح دي مع بعض ديت، ده مع ده. تمام، وأدوس أوكي. الهاند دي طبعا خشنة، يعني الإيدج ده ممكن يعور، فممكن أعمل إيه، أخد فيلت الإيدج ده
زود كمان شوية، هنشوف 15 كده معقولة. تمام، لو ينفع ناخد فيلتس تاني هنجرب ده. 5 مثلا، طيب ال edge دي يعني هو كده فيلتس كويس معقول، مش محتاجين حاجة تانية. طيب هنبدأ بقى نكمل الشكل، نشوف ممكن نعمل ايه. لو بصينا كده على الصورة يعني هو فيه زي ما يكون جزء كده جمالي عايزين نعمله. طيب ده ممكن نعمله ازاي؟ الحتة دي الخرطوم ده او الحتة البلاستيك دي هي هتبقى على السطح ده، تمام؟ فاحنا ممكن نعمل الحتة دي كده كأنها سويب، كأن في مقطع ومشي على مسار معين، تمام؟ طيب لو جينا مثلا على الفرونت وقفنا عمودي، خلينا الناحية التانية، خدنا سكتش، تمام؟ وانا هاخد بس ايه، هعمل لاين كده بيحدد ايه المقطع اللي انا عايز ارسمه، وليكن لغاية هنا، تمام؟ ده كده ايه الدليل بتاعي، ممكن نعتبره ايدج. لو عايز اسقطه هنا على السطح ده واعتبره ايدج، اخش على سيرفس واجي على مثلا كيرف، بروجكت كيرف، اختار السطح ده وادوس اوكي، تمام. ممكن نعمل الجزء اللي هيمشي بقى عليه الباص، الباص اللي هيمشي عليه البروفايل اهو. ناخد سبلاين مثلا على الفرونت ونيجي مثلا بالمنظر ده كده، نخليها سنة صغيرة كده لفوق حاجة زي كده. خلي دي مثلا الهاندل دي خليها فيرتيكال كده، زود انحناء ده شوية، تمام معقولة كده. هخرج من السكتش كده، انا عملت بس 2 جايد بتوعي، وممكن اعمل عليهم البروفايل، اخش على 3D سكتش وناخد سبلاين، السبلاين بتاعي من النقطة دي مثلا لغاية الايدج ده، تمام. محتاج بس اميله شوية، نرفع دي سنة، خلي دي along، يعني دي هيحصل ما بينها ميرور، فنحاول نخليها along ايه مثلا زي عشان تبقى في استقامة. نزود ارتفاع ده سنة وميله كمان بحيث انه يبقى طالع سنة علوية حاجة زي كده. هو عايز يظبط شوية، حاول نظبط البروفايل على قد ما نقدر، تمام كده. ممكن نجرب كده نشوف ايه النتيجة اللي هتوصل، ولو في تعديل ممكن نعدلها. هخرج كامل سكتش، تعال نروح على سيرفس ونختار سويب، وده البروفايل بتاعه وده المسار بتاعنا، تمام، وهدوس اوكي. يعني نتيجة ايه معقولة شوية. تعال نعمل ايديت تاني للجزء ده السويب ده، ممكن يعني هنا اعمله في دايركشن واحد، ممكن اخليه في الاتنين، في 2 دايركشن، وندوس اوكي عشان اجيب حاجة زي كده، تمام. ممكن اعدل شوية المسار، طوله شوية،
هعمل له ايديت، اتحرك من هنا، هرجع هنا واعمل ايديت. طيب احنا ممكن ما نطولش ده، ممكن نعمل ايه؟ نعمل مثلا اكستند، تعالى نعمل اكستند للايدجز دي. تمام، ايدج دي كده ممكن نعملها اكستند افضل. سيرفيس خش اكستند وخليها سيم سيرفيس. تمام، دوس اوكي، حاجة زي كده مثلا. تمام، هنبدأ بقى ايه، نعمل تريم. تعال نخفي الصورة دي عشان نشوف التريم بتاعنا هيجي ازاي. سبريس، عايز اعمل تريم سيرفيس بس خليها ماتشوال عشان مش هقدر احدد سكينة القطع ده وده ما بين الجزئين دول، واجي اعمل ريموف ل السيرفيس. هنا بقى في مشكلة، احنا عايزين نحدد مثلا السيرفيس ده نشيله، عايز اشيل الحتة دي. طيب يبقى انا محتاج بس شوية اطول السطح ده يبقى قاطع الشكل. نخش نعمل اكستند مثلا، نختار الايدج دي وديت، تمام، دوس اوكي. نبدأ نقطع كده الشكل، نشوف هينفع يتقطع. تريم ماتشوال ده وده، نبقى عايزين نشيل، اعلم هنا على ريموف ونشيل الجزء اللي احنا محتاجين نعمل له ريموف ده. ناتشوال ما بين السطحين دول. تمام، نيجي هنا نعلم على ريموف ونشيل دوت. بص هنا برضو لسه في مشكلة، مش هقدر اشيل المساحة دي لان الجزء اللي انا عامله ده مش قاطع الشكل. بص محتاج الهاند دي تخش شوية. تمام، فاحنا ممكن نرجع نعدل في السطح دوت، نخلي الهاند دي تخش هنا شوية المسار ده. هعمل edit ونميل دي سنة. نزل دي كمان تحت شوية كده، اندو، نزلها سنة تحت. اكزيت، تمام، يعني كده معقولة قطعت الشكل اهو. تعالى بقى نروح نعمل تريم. تأكد بس انت عندك سطحين، هخش على سيرفيس وهعمل تريم ما بين ماتشوال ما بين السطح ده والسطح ده. شوف بقى هنعمل ريموف لمين، هعمل ريموف لديت. تمام، وده والزيادة دي كمان والحتة دي كمان. تمام، وندوس اوكي. كده وصلنا ايه للشكل اللي احنا عايزينه. كده تمام، وبقى عندنا سيرفس واحد. ممكن نعمل ايه بقى، هنخفي بس الجايد كيرف ده او الكيرف اللي احنا كنا عاملينه. ممكن نعمل ميرور، خلاص كده الشكل بدأ ينور معانا. تعال نسيف، اخش على
الفرونت مثلا هو الايه الدليل بتاعي او بتاع الميرور، مستوى الميرور نختاره، ونختار السطح ده بس بادي، تمام. ممكن نعمل ميرج نت، اسف، نعمل نت يعني كنا خيطناهم، وندوس اوكي. وصلنا اهو لمعظم جسم الجيركل. لو خدنا قطاع كده في النص، بص شكل الجسم بتاعه كده، تمام. ممكن نقفل بقى بقية الجيركل. تعال نخفي الصورة دي، كليك يمين وهو سبريست، اسف، اندو، سبريست للصورة نفسها. عملنا سبريست للميرور، رجعه تاني، تمام. ونقفل بقى الايه الكنترول المفتوح ده. ممكن اخش على سيرفيس واختار بلانر، وكليك يمين على اللوب دوت، سيلكت اوبن لوب، وندوس اوكي، تمام. نقدر بقى دلوقتي نحول سوليد بمنتهى البساطة. بس تعالى نعمل شوية فيلتس، يعني ناخد فيلت مثلا، نجرب فيلت على ده. القيمة هنا 15 هتلاقيها كبيرة شوية، فعشان كده خد وقت، فممكن نخليها مثلا 5 ونشوف النتيجة. تعالى نخليها ايدج بدل فيس، ايدج ده معقولة اهي. انا ادي الايدج ده كمان، والايدج ده وده، ده مش هيجيب، تمام. ندوس اوكي، هاخد دي كمان، دوس اوكي، علينا فيلتس اهو. تعال نشوف الشكل، هو تنجين ستايل من غير ايدجز، يعني بقى شكله معقول. اعتقد دي كانت عايزة تاخد فيلتس شوية. هنعمل بس ايه سوليد، نحاول ده سوليد كده. انا معايا 2 سيرفيس، ده سيرفيس وده سيرفيس، محتاج ايه اخيط ده مع القاعدة اللي احنا عملناها دي. وهنا بقى يحقق كلوزد فوليوم، فممكن اعمل كرييت سوليد على طول، تمام. ممكن نخفي البلان ده و كده، تقريبا خلصنا الشكل، تمام. هناخد بس ايه بعض الحاجات اللي ناقصة في الجيركل، زي مثلا السطح ده اللي هو عليه الليبل. تعالى نشوف هنجيبه ازاي. نظهر الصورة تاني، الفرونت unsuppressed، تمام. وانا عشان اشوفها بس هاخد مقطع وادوس اوكي. تعال نوقف على الفرونت عمودي، سكتش الناحية التانية، ونرسم الشكل ده. يعني ممكن على 3 نقط كده وادوس اوكي، هياخد لاين من هنا لغاية هنا، نظبط انحناء الجزء ده. ممكن نخلي دي رأسي، تمام.
شد ده شوية، خلي دي أفقية، تمام كده. طيب هناخد سبلاين تاني من هنا، خلي تعال نجرب نقطتين كده ونشوف هيجيب الانحناء ده حاجة زي كده، دي تصغر شوية، تمام حققها بنقطتين اهي. هخرج من السكتش ونروح نعمل سبليت سيرفيس او سبليت لاين على الايه السطح ده بالسكتش دوت، ادوس اوكي كده قسمت السطح ده. بص السطح ده مقسوم اهو، ممكن نلونه نديله لون بس مميز عشان يبقى ايه عارفين ان هو مقسوم. خليه هناخد نفس الدرجة ديت، اغمق شوية كده، ندوس اوكي. طبعا احنا قسمنا من ناحية واحدة، فتعالى نعمل ايه سبليت لاين ونخليها ايه، احنا قسمنا من ناحية واحدة وهنا جايلك سنجل دايركشن، محتاجين نعمل نفس القصة دي على السطح التاني. تمام هاخد سبليت السطح ده وادوس اوكي، تمام. تعالى ناخد نفس اللون اللي فات ده، كليك هنا appearance، او هنا كليك هنا ندوس على appearance، لون ده كمان وندوس اوكي كده خلاص. يعني تقريبا الشكل بدأ يظهر. هنعمل الجسم ده البق بقى يعني بمنتهى البساطة ممكن. طيب لو عايزين نعمل بق بقى، ممكن مثلا نيجي على الفرونت نقف عمودي وناخد سكتش، وتعالى مثلا نعمل مستطيل في المنظر ده، تمام، ونعمل الجزء ده ريفولف، يعني هنعتبر ان دي النص، ممكن نعتبره لغاية هنا مثلا. تعالى نروح على ريفولف ونختار ده محور الدوران حاجة زي كده، تمام. هخفي الصورة، كليك يمين على الصورة وايه سبريسد او سبريس، هيعمل ريبيلد كده ثواني اهو بالظبط كده. تعالى بقى نعمل فيلتس للبق ده مانيوال، فيلت هنا كبير قوي 10 5 مثلا، برضو كبير 2 مللي، واحد مللي. طيب هو هنا مش عايز يجيب فيلت، النتيجة الجيومتري مش قادر يجيبه، تمام. يعني لو دوسنا اوكي يطلع لنا ايرور. ممكن نجرب فيلت اكسبيرت يحاول يطبق الفيلت ده، اختار الايدج ده كده، ممكن يصلح الجيومتري. مش عايز يجي الفلت، تعال نخش كده على سيرفيس ونعمل ديليت مثلا للسطح ده وندوس اوكي كده، حولنا السيرفيس نعمل فلت السطح ده الايدج ده كده، فلت مانيوال للايدج ده، والايدج ده تمام.
خليها مثلا 5 مللي. هنا قدر يجيبه اهو، تمام. 5 مللي معقولة، ندوس اوكي، تمام. ممكن بعد كده ايه، تعال بس نشوف الشكل، المقطع من الداخل كده. بص الجسم بقى عامل ازاي. طيب ناخد بلانر هنا، بلانر للسطح ده، نعمل نت ده مع ده، ونكريت سوليد تاني، تمام. ممكن بعد كده دلوقتي حولنا سوليد خلاص بقى، ممكن نعمل مثلا شيل على فيتشرز، ونخش نختار شيل مثلا 2 مللي او 5 مللي مثلا، تمام. نختار نعمل ريموف للسطح ده، شو بريفيو كده، دوس اوكي كده. عملنا ايه، الجيركل بتاعنا كده بقى تمام، مفهوش اي حاجة كده، خلص تمام. لو احنا عايزين بقى نعمل له ريندر، ممكن نعمل له ريندر بمنتهى السهولة، تمام. يعني ممكن نسيف ده كده، سيف از. بس احنا لو عايزين نعمل ثريد هنا، ممكن نعمل ثريد برضو. تعال نرجع للصورة كده، يبقى البق ده محتاج يعلى كمان شوية، ونعمل له ايه، نعمل له ثريد، تمام. تعالى مثلا نقف هنا، ناخد سكتش، او ممكن نعمل موف فيس، يعني بدل ما ناخد سكتش ونرسم ونعمل اكسترود، ممكن نخش على دايركت اديتنج ونعمل موف فيس للفيس دوت، تمام. نعلي مثلا 15 20 مللي كده، عشان اقدر اعمل ثريد هنا، تمام. ابدا اخش على فيتشر، تعال نسيف بس الاول، نبدأ نخش على فيتشر، ومن هول ويزرد نختار ايه، ثريد. بس قبل ما ناخد ثريد، تعالى بس نقيس البق ده قد ايه، ايفالويت ميجر الحتة دي قد ايه، يعني حوالي 130 شوية، 130، تمام. فلازم الثريد بتاعك يبقى اكبر من كده. اخش على evaluate، ومن هولو ويزرد اختار thread، تمام. اخترنا ال edge ده، وممكن نخليها لفتين مثلا، بلاش بطول مثلا، 3 لفات، تمام. ونيجي هنا نختار مقاس الثريد. طبعا الثريد ده مش هيبقى ستاندر، مش هيبقى نوع مترك، اسف، هنختاره بوتل، تمام. ده الشكل بتاعه هيبقى بالمنظر ده كده، والسايز هو هنا L5، خليه L6 مثلا، خلينا في L5 افضل. هزود الخطوة شوية، 15، أخلي الخطوة مثلا 10، تمام. وأخليها 2.5 لفة، لفتين ونص، تمام. هنعمل اكسترود، مش اكسترود كات، وادوس اوكي. عملنا كده ايه، الثريد بتاعنا، تمام. ممكن نحفظ بقى الملف ده، save as، نسيفه الأول، rebuild، تمام.
واقول سيف اس مثلا. انا بحب اشتغل ريندر بامتداد دوت سيت، بيبقى امتداد جيد. تمام، تعالى مثلا سيف اس. تمام، اختار ستيب سيت، اسف دوت سيت، هنسيفه هنا في المسار ده بارت 1. هقفل بقى السوليد وورك. ممكن نخش نعمل ريندر على الكي شوت مثلا، حاجة زي دي. طبعا التشكيل ده اللي موجود ممكن نجيبه بالريندر اهو، التكتشرز الموجودة دي ممكن نجيبها ريندر، او لو انت عايزها فيتشر ممكن تعملها مثلا ب ريب. بس هي بتتقل الجهاز كتير، بتتقل الجهاز. لو الجهاز عندك مش ورك ستيشن هتلاقيه تقل شوية. ليه؟ لأن ده بتبقى في عدد من فيتشرز كتير جدا فبياخد وقت، فاحنا هنعملها بالريندر. تمام، نقفل ده. طيب هنبدأ نفتح الكيشوت، برنامج كيشوت، ونشوف بقى ممكن نعمل ريندر للتانك ده ازاي. تمام، نعمل امبورت وندخل البارت بتاعنا. تمام، خليه مثلا الاورينتيشن في اتجاه واي، نفس البوزيشن اللي كان موجود في السوليد وركس. تمام، هيبدأ يعمل امبورت بالمنظر ده. ممكن نخش على تأثير ماتيريال هنا، نخش مثلا على بلاستيكس، خليه بلاستيك هارد، وناخد مثلا التكشرز ده. انا عايز لون اغمق شوية. فاتح هنجرب ده اغمق سنة. طبعا لو عايز اغمق شوية بخش ايه، ممكن ندوس دبل كليك كده على الكالر، ونيجي هنا ونغمق اللون شوية. تمام، ده لو انا عايز اغمق اللون. تمام، لو عايز اوصل لحاجة بالتقريب يعني براحتك بقى. تمام، هدوس اوكي. عملنا جيركن زي كده، اللون الاولاني كان افضل. تعالى خليه زي ده، زي ما كان اللون ده كويس مش وحش. طيب، واللون الابيض دوت ممكن نخليه حاجة، ممكن نخليه زي ده. تعالى نديله اللون ده، بس ايه، نغير شوية. تمام، وندوس اوكي. طبعا ايه، الناحية التانية لازم نفس القصة، او لو مش معمولين لينك مع بعض. تمام، عايزين بقى ندخل ايه هنا، نعمل ممكن ندخل لوجو مثلا. يعني لو جيت هنا في ليبل، ممكن بقى نضيف الصورة اللي انت عايزها في ليبل. اخش مثلا اجيب الصورة ديت ونضيفها هنا. تمام، تختار البوزيشن بقى اللي انت عايز ايه تضيف فيه الصورة. تمام، يعني يفضل ان انت تكون قاطع الصورة على المقاس اللي انت عايز تعمله. تمام، او نقعد نظبطها بالمنظر ده. تمام، هي هتبقى من ناحيتين، سطحين. طبعا السطحين بيبقوا لينكد، لو السطحين لينكد هتلاقي جمعيتها على الناحية التانية برضو اهي. تمام، ندور بس كده شوية، نحاول نظبطها. احنا ممكن ايه يعني ما نربطش الويدز مع الهايت. هنيجي هنا نشيل اللينك بتاع الويدز مع الهايت، نزود الهايت شوية. حركها بس كده شوية،
هيكون حاجة بالشكل ده. تمام، انا هقبل البوزيشن دوت. ممكن الصورة تكون يعني ظاهرة شوية، فاحنا ممكن نعمل ايه، نخليها بليند مثلا مع لون معين. هاجي هنا واقول له بليند ويز كلر، نختار الكلر اللي احنا عايزينه. ممكن اعمل اخد على البنت تول كده واخليه نفس قريب من نفس الكلر ده عشان تبقى التأثير قريب، وادوس اوكي. تمام، ويعني هنقبل النتيجة دي ونبدأ بقى ايه، نعمل ريندر. بس هنخلي الانفيرومنت بيضة، اتغيرت. تمام، وممكن نخلي اللايتس برودكت او جولري زي ما انت عايز، خليها تلمع كده. تمام، هنبدأ نعمل ريندر. ممكن نغير ال environment lighting من هنا، هنجرب اللايت ده. شوف التأثير بقى الايه اللي تفضله. انا هخليه على اللايت الاولاني، وهبدأ اعمل بقى ايه ريندر. يعني ده كويس، دوس ريندر وهخليها بينج وترانسبيرنسي عشان ما يبقاش في خلفية، وندوس ريندر. بس تعال نظبط السايز، خلي السايز مثلا 1600 وريندر. هياخد شوية وقت على ما يرندر. هنعمل بوز على ما يخلص ونرجع تاني. هو كده خلص الريندر، وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا، وبإذن الله نتقابل في دروس أخرى.